من نعم الله على عمان أن حباها طبيعة جميلة تزخر بكنوز بديعة، والعماني ومنذ قديم الزمان سخر الطبيعة لكل ما يريد ويحتاج. الحصائر التي تفرش على الأرض من الأشياء المألوفة في الحياة العمانية، لكن معظمنا لا يعلم كم من جهد يبذل لعمل حصيرة واحدة. ومن خلال عدسة الكاميرا تتبعنا أحد المهرة في صناعة الحصائر، ورصدنا كل ما يقوم به وما يستغرقه من وقت لإنتاج حصيرة واحدة. رحلة طويلة يقطعها تستغرق نحو 4 أيام لجمع أعواد الرسل الذي ينبت في الأودية حيث يكثر الماء. ينتقي الطويل من الرسل، وهو بالمناسبة لا يصل هذا الطول إلا بعد 6 أشهر. يختار من هنا ويختار من هناك كل ما هو جيد. ويعود بما جمع يربطه على شكل حزم، وكل حزمة تضم أطوالا متجانسة لتتناسب وحجم الحصيرة التي سيصنعها. يتركها أسبوعا كاملا لتجف تماما. وببراعة الحرفي الماهر يقوم بوضع أعواد الرسل في الماء مدة 24 ساعة حتى يصبح الرسل مرنا طيعا أثناء العمل. يخرجها من الماء ثم يبدأ بدقها من أجل التخلص من الفراغات التي بداخلها لتكون أكثر راحة حين الجلوس عليها مستقبلا. ويبدأ بتجهيز الخيوط التي تركب عليها أعواد الرسل في الحصيرة، وتتم من خلال عمل دوارة من الخشب لتركيب خيوط الغزل عليها. وهنا تؤخذ من الغزل خيوط تلف حتى تصبح 10 خيوط، أو ما تسمى ب10 شدات. تضرب الخيوط بالمغزل فتصبح خيطا واحدا، ثم توضع الخيوط بالماء فترة من الوقت، ترفع بعدها وتوضع على شجرة حتى تجف تماما، وذلك لإزالة عقد لف الخيط عنها أو ما يعرف بالحيس. ويقوم بتركيب النول الخاص بعمل الحصيرة حيث يتم تثبيته جيدا، ثم يبدأ صانع الحصيرة بمد الخيوط التي تتناسب وطول الحصيرة التي ينوي صنعها بأطوال ومسافات منضبطة. لكن
كيف يحقق ضبط المسافات؟ يتأتى ذلك من خلال خشبة أو ما يطلق عليها لحطبة، ومن خلال الأوتار الخمسة التي من مهامها قبض الخشبة لإيجاد التوازن. وبكل صبر وأنات يقوم بإدخال الخيوط داخل خشبة أو حطبة النخل التي تحتوي على ثقوب عدة تسمى بالزورة، يحركها الصانع ليتأكد بأن المسافات بين الخيوط موحدة ومتوازنة. ويقوم بربط الخشبة من الطرف الآخر للنول بشكل معتدل، بحيث لا تكون مشدودة بقوة حتى لا تنقطع الخيوط، وأن لا تكون مرخية حتى لا تتفكك وتنفرط بسهولة. كل هذا يتم من خلال الخشبة المتحركة لإيجاد التوازن المطلوب. وما إن يتأكد صانع الحصير من ضبط نوله وتركيب خيوطه حتى يبدأ بتركيب أعواد الرسل على الخيوط الممدودة، ويضع حزمتين على جانبي النول، ثم يبدأ بوضع الأعواد العود تلو الآخر داخل الخيوط، يقوم بشدها ثم ربطها، يدخل الرسل تحت الخيط الأول ثم الثاني، ويستمر على هذا المنوال بكل دقة. وفي ذات الوقت بسرعة متناهية تنم عن خبرة واسعة اكتسبها عبر سنوات اشتغاله بهذه الحرفة. ويقوم بشد الخشبة بين الفينة والأخرى لكي يثبت الرسل في النول جيدا. يستمر صانع الحصير في إدخال الرسل بين خيوط النول وتثبيتها وشدها إلى أن تعم كامل مساحة النول، ويبقى على هذا الحال من العمل المتواصل نحو يومين حتى يكمل هذه المرحلة الهامة من الإنتاج، ليقوم بعدها بمرحلة أخرى أكثر أهمية في صناعة الحصير. ومع كل حركة من حركات أصابعه ترى عزفا منسجما من إبداعات فنان صاغ فنه وخلاصة جهده في صنع لوحة جميلة ورائعة. نلحظ مهارته ودقته وتناغم حركات أصابعه
التي تعمل بسرعة متناهية. يضع كل خبرته وتجربته وسنوات عمله الطويلة في إتقان ما يصنع. ولم تنتهي عملية صنع الحصيرة بعد. يقوم الصانع بربط الخيوط الزائدة حتى لا تنفرط أعواد الرسل، ويبدأ بفك الحصيرة التي تكاد أن يكون قد انتهى من صنعها. يطويها ويعرضها للشمس مدة 24 ساعة لتصبح أعواد الرسل الموضوعة أكثر جفافا. ثم يعود لتركيبها على النول مرة أخرى، يربط أجزاءها ويثبتها كما كانت بالسابق. وما إن تصبح الحصيرة جافة نتيجة تعرضها لأشعة الشمس، حتى يقوم بإعادة شدها بواسطة المشكاة، وهي أداة حديدية تساعد الصانع على جذب أعواد الرسل إلى بعضها البعض بشكل متناسق ولتضييق الفراغات بينها. والفراغات نجمت في الأصل عن جفاف وانكماش أعواد الرسل، وهذا أمر طبيعي لتعرضها لحرارة الشمس. ويصل صانع الحصيرة إلى المرحلة النهائية في صناعته، فيقوم بربط الخيوط ويقطع الزائد منها حتى لا تكون عرضة للانفراط مستقبلا نتيجة الاستعمال.
ثم يجذب الحصيرة من النول. يعلو وجهه الزهو والفرح بإنتاج ما صنعت يداه. يقوم بطيها ثم يفرشها تحت شجرة وارفة الظلال، فيجلس عليها هو وأفراد أسرته ليرتاح قليلا وليواصل رحلة العطاء في صنع حصيرة أخرى لتفرش في مسجد أو بيت أو سبلة يجتمع بها القوم. وبوركت الأيدي الطيبة المعطاء.